وسهلا مجددا بمتتبعات ومتتبعي بودكاست البرلمانية نبيلة مني. اليوم اخترنا نتكلم معكم على واحد الموضوع، ثم في الفقرة الثانية غادي يتم إشراك مستشار عن حزب الاشتراك الموحد بالمقاطعة ديال عين الشق باش يتكلم لكم على بعض الملفات الهامة. النقطة الأولى اللي بغينا نتكلم عليها هي المقترح ديال مشروع قانون العفو العام بالنسبة لنشطاء الحراك الشعبي ديال الريف، واللي تقدمنا به كحزب اشتراكي موحد نهار 17 فبراير 2022، واللي تم الإعلان عليه في الجلسة الافتتاحية ديال الأسئلة الشفوية ديال اليوم الاثنين 18 أبريل 2022. هذا المقترح ديال العفو العام جاء في واحد الصيرورة، لأن الحزب الاشتراكي الموحد يؤمن بأن الحراك الشعبي ديال الريف وكذلك الحركات اللي سبقته ديال جرادة وحركة ديال 20 فبراير حركات سلمية جات، وخصوصا الحراك ديال الريف بمطالب اجتماعية، وكان هذا الحراك سلمي وحضاري. مع كل أسف قوبل بواحد المقاربة أمنية وكانت تلتها محاكمات واعتقالات وسجن نافذ اللي وصل حتى لعشرين سنة. هذا الشيء أعطانا استمرار للشرخ التاريخي مع مناطق عزيزة من الوطن ديالنا واللي هي المنطقة ديال الريف، عائلات اللي هي مكلومة في أبنائها واللي الذنب الوحيد ديالهم كان هو أنهم طالبوا بالمستشفى بالمدرسة بالطريق، طالبوا بعدالة جهوية ومناطقية. واليوم الدولة رغم أنها اعترفت بأن كان هناك تأخر في الأداء وأن كانت هناك اختلالات خصوصا في ذاك المشروع ديال الحسيمة منارة المتوسط، وتم إعفاء بعض الوزراء وبعض المسؤولين على واحد العدد ديال المؤسسات، إلا أنه سقطنا في واحد التناقضات، لأنه كيف يعقل الدولة تعترف بمشروعية الحراك ديال الريف وبسلميته ولكن بعد ذلك نسقط في المحاكمات وفي الاعتقالات اللي اعطتنا واحد الظلم يضاف لهذه المنطقة هذه. ولهذا الغرض من أجل تصليح هذا الخطأ هذا اللي تدار، ومن أجل خلق شروط ديال انفتاح في بلادنا باش يمكن لنا نعيدوا الثقة ما بين المجتمع والدولة، باش يمكن لنا نخلقوا الشروط ديال تعاقد اجتماعي جديد ما بين الدولة والمجتمع، ونخلقوا مصالحة تاريخية بغيناها وضرورية وأساسية خصوصا أمام الأوضاع المتأزمة في بلادنا والمغاربة كيعانيوا من أزمة اجتماعية خانقة ومن اتساع الدائرة ديال الفقر واتساع الفوارق، واليوم زاد لهيب الأسعار وارتفاع ثمن المحروقات على القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين، أضف إلى ذلك مستوى ديال البطالة اللي هو مرتفع كثير. إذن نحن بحاجة ماسة إلى انفتاح سياسي، وحنا تنظن جازمين بأن من المداخل الأساسية هو الإفراج عن المعتقلين ديال الحراك الشعبي ديال الريف. ولهذا تقدمنا بهذا مقترح ديال مشروع قانون العفو العام على المعتقلين ديال الحراك الشعبي ديال الريف باش تمحى عليهم كل ما تم تسجيل والتضخيم فيه، وأنهم ينعموا بالحرية ديالهم ويخرجوا كمواطنين صالحين حتى هما يشاركوا في المجهود التنموي اللي هو ضروري في المنطقة ديالهم، ونشوفوا هذاك الملف المطلبي، شوفوا الأولويات ديالو كيفاش يمكن لنا نديروا مجهود وطني تجاه الجهة ديال الريف وتجاه كل جهات المهمشة من الوطن. وبالمناسبة نحيي كل المنابر المغربية اللي اهتمت بهذا المقترح ديال مشروع قانون واللي اتصلت وبغات تعرف التفاصيل وكتقول كيفاش غادي يديروا ترافع، وكذلك المنابر الأجنبية سواء الروسية أو الإسبانية أو البي بي سي أو غيرها من المنابر اللي اهتمت بالموضوع وحيات هذه المبادرة. لأنه كيف المغرب دار بالأمس هيئة الإنصاف والمصالحة ودخل في المسلسل ديال العدالة يعني الانتقالية، احنا بغينا أنه بلادنا اليوم تدخل في واحد العدالة انتقالية واحدة أخرى، وأننا نتبتوا توابت ديال دولة الحق والقانون كي لا يتكرر ما جرى. ولهذا احنا تندعيو كل الفعاليات، كل المثقفين، كل الشرفاء وكل المسؤولين في هذا الوطن للتفاعل الإيجابي مع هذا المقترح،
احنا مستعدين نفتحوا نقاش ونشوفوا شنو يمكن يتدار في انتظار ان يطرح هذا المقترح على البرلمانيين باش يبتوا فيه، ولما لا يخرج المغرب قانون ديال العفو العام ونتقدموا خطوه الى الامام باتجاه بناء دوله الحق والقانون. والان بغيت نقدم لكم الرفيق عادل الشاهدي، مستشار عن مقاطعه عين الشق بمدينه الدار البيضاء، باش يتكلم لكم على بعض القضايا الهامه. تفضل رفيق عادل. السلام عليكم. غنحاول نقدم لكم الوضع اللي كاين في المقاطعه ديال عين الشق. هو واحد الوضع اللي كيعرف واحد السير قطبي وحادي، واحد النموذج ديال كيضرب الديمقراطيه اللي ما فيه لا ديمقراطيه تشاركيه ولا حتى شي حاجه من هذا القبيل. هو واحد النموذج ديال التسيير الفردي اللي فيه الى خدينا من انطلاق الدوره ديال 6 جونفي الى اخر دوره ديال مجلس المقاطعه، واللي طرفوا فيه واحد مجموعه من التوصيات اللي لحد الان راسلنا احنا شخصيا الرئاسه باش يجمعوا اللجان اللي طرفات فيها التوصيات هذه، خصوصا اللجنه الثقافيه واللجنه الماليه. ترفضوا لواحد المجموعه ديال الطلبات ديال انعقاد اللجان باش ما تشتغلش المقاطعه. كذلك فيما يخص النقطه ديال ان بعض المستشارين، وحنا قدمنا بهم بالمناسبه واحد شكايه للسيد العامل اللي كيمارسوا واحد السلوكيات ديال السمساره، كل واحد كيجيب شي مشكره للمصلحه من المصالح، سواء مصلحه التعمير سواء لا ريجي سواء المصلحه الثقافيه ولا هذا، يعني واحد السلوكات اللي هي ولات بحال شي سوق. بغينا نحدو من هاد مع هاد السلوكيات هذه، وقدمنا واحد الشكايه للسيد العامل في هذا الصدد. فيما يخص كذلك واحد البرنامج اللي كان مدرج في رمضان، هو برنامج الرمضانيه الثقافيه، لاحظنا ان بعض المستشارين كيجيبوا دي فورنيسور اللي بغى يعطيهم ان مارشي بالقيمه ديال تقريبا 39 مليون اللي فيها جوج مسرحيات والمسمعين وكذا، وواحد الحفل ديال الفطور اللي قيموا تقريبا 2500 درهم للطبلة، وتقريبا شي 20 طبلة. هذا اللي كان عقدوا العزم انه يديروا، ولكن في الاخر تصدينا لهذا الشيء وما دارش، وبغينا ما يتعاودش ونقطعوا مع هذه السلوكيات هذه، لان هذا سرقة ديال المال العام، هذا ماشي الطريقه ديال التسيير. والان المقاطعه كتقترح ان هذا النوع ديال الانشطه تسيرها ديريكتومون كازا ايفنت. بالنسبه للملف ديال الخيريه الاسلاميه ديال العين الشق اللي هو واحد العقار خاوي، وكاع السكينه ديال عين الشق اشتغلنا معها باش درنا واحد العريضه مع الجمعيات، قدمناها لمجلس المقاطعه، لمجلس المدينه، لمجلس ولايه الدار البيضاء، لمجلس الجهه، وكذلك قدمتها الرفيقه الامينه العامه والنائبه البرلمانيه نبيله منيب كسؤال كتابي لرئيس الحكومه، وكنتسناو الجواب ديالو. الى حد الان باقي ما كاينش اجوبه على هاد الاسئله اللي حطينا على هاد الارض، وكذلك واحد العريضه حطيناها لنفس الجهات، هو مجلس العماله ومجلس المقاطعه والمدينه، على الباعه الجائلين اللي السوق ديالهم كمل وكيتسناو يدخلوا التحقوا بالاماكن ديالهم في السوق باش يمارسوا التجاره ديالهم، واللي هما محرومين منها لحد الان بعد استكمال اشغال في السوق لاكثر من سنه ونصف. وفي الاخير كنعاود نذكر الملف ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وطريقه السير ديال الانشطه ديالها. في الاربعة الاجتماعات المحليه اللي دوزنا في مجلس المقاطعه ديال الدار البيضاء، وكذلك في اللجنه الاقليميه، لاحظنا بعض الملاحظات ان الطريقه باش كتسير ما فيهاش الديمقراطيه وما كتفتحش مجال للخراط ديال الاعضاء، بحيث ان العروض ديال هذه اللجنه هذه كتعرض لي ستاتستيك
في اللحظه ديال الاجتماع، وما كتفتحش لك المجال فين تحلل هذه المعطيات هذه وتحط يعني تحط صبعك على التناقضات اللي كاينه وكيفاش يمكن نعالجوها وكيفاش يمكن نرفعوا التوصيات اللي على ضوءها يمكن تنزلوا برامج. وبالتالي هنا كاين عطاب اللي كيخلي تسير، واش هو عطاب مقصود من السلطه باش ما تكونش غير هي سلطه وصايه في الشكل وفي المضمون، هي السلطه هي اللي كتسير، لانه ما كيخليش لينا المجال ملي كتعطيك الطابلو ديال لي ستاتستيك سير بلاص وخصك تلاحظو كيدوز داك الطابلو الاخر والطابلو اللي بعد منه والطابلو اللي بعد منه، وخصك انت تصادق على هاد الاحصائيات اللي تيعطوك في لا ديرنيير مينيت. هذه طريقه ما يمكنش تولد لينا تنميه بشريه حقيقيه. وشكرا. بهذا المداخله ديال رفيق عادل الشاهدي واللي كتبين نموذج ديال مستشار شاب نزيه يقوم على خدمة المواطنات والمواطنين ويشرك الساكنة ويجتهد ليل نهار، نضرب لكم موعدا مع مستشارة أو مستشار آخر في البودكاست ديال الأسبوع المقبل باش تطلعوا على العمل الجبار اللي كيقوموا به رفاقنا ورفيقاتنا المستشارات والمستشارين من أجل خدمة الصالح العام وخدمة المواطنة والمواطن. إلى اللقاء.